ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا 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 يا مدام صفي، منور المكتب. ازاي حضرتك؟ قلبي عندك والله. هنعمل ايه بس؟ مقدر ومكتوب. على العموم شدي حيلك، اتفضلي اتفضلي حضرتك. ربنا يخليك. شدي حيلك يا مدام، الحمل عليكي تقل شويه ولازم تبيع ده ودود. انا اللي صعبان عليا ابني يوسف، ابوه ما لحقش يتهنى بيه وهو عاش طول عمره مستنيه. لا حول ولا قوه الا بالله، بس على العموم هو ده حال الدنيا. بس انا برضو عايزك تبصي لقدام، انت دلوقتي ابنك محتاج لك ومحتاج كمان انك تحافظي له على ثروته. قول لي يا استاذ سامح، هو حنفي كان كاتب وصيه قبل ما يتوفى؟ والله يا مدام صافية، المعلم حنف الله يرحمه زي ما يكون كان قلبه حاسس، قبل ما يموت بأسبوع بالظبط كنا خلصنا كتابة الوصية وكملنا الإجراءات. دي حاجة غريبة جدا. طب أنا ليه عندك طلب غريب شوية كده؟ معلش أمريني. أنا عايزك لما تفتح الوصية ما تقولش اسمي بالكامل. مش فاهم. يعني لما تفتح الوصية ما تقولش قدام كيداهم صافية إيه، عشان يعني كان في مشاكل قديمة كده بين عيلتها وبين عيلتي، فأنا مش عايزاها تعرف إن أنا من عيلة أبو سويلة، لحسن تحطني في دماغها أكتر ما هي حطاني. طب وهي ليه عندك إيه؟ هي أستاذ سامح، أنت نسيت إن إحنا عايشين في بيت واحد ولا إيه؟ أيوة، بس أنا برضو عايزك تحط في اعتبارك إن الفترة اللي جاية دي هيبقى في بينك وبينها ورق كتير، والاسم هيتذكر أكتر من مرة. خليها على الله. أنت إيه حكايتك يا بت؟ وانت عشان تجيني لازم بالمحايله؟ ايه ما وحشتكيش؟ مش عايزه تشوفيني خلاص؟ اخصى عليك، هو انا ليا في الدنيا دي غيرك؟ وانا استغنى عنك برضو. وايه اختي الاسود اللي انت لابسه لي كل شويه ده؟ ما خلاص عزتي وخلصنا، كل شويه هتفضلي مضلمها كده؟ ويا بنت تكوني لابسه الاسود ده على الولا شحت. عندك حق يا صافي، بصراحه انا لابسه عشان شحت. اذكروا محاسن موتاكم الله يرحمه. بس عارفه يا بنت، الولد ده لو كان عاش وكنت اتجوزته كان زمانه مطلع عينيكي. ايه مالك ساكته ما بترديش؟ يعني اكيد كلامي مش عاجبك. لا ابدا يا صافية، بس اصل في سر وانا مش قايله لك. سر؟ انت يا بنت مخبيه عليا ايه؟ اوعي يا بنت يكون قبل ما يموت. بس يا صافية، تعرفي ولا ايه؟ ده انت صاحبتي وقادره الناس كلها بيا، انت تعرفي عن اخلاقي كده؟ وانا برضو قلت كده، انا عارفاكي كويس. امال ايه؟ ايه السر انطقي؟ انا وشحتة كنا متجوزين يا صافي. لا ما تقوليليش. ايه الاخبار يا عبس؟ تمام يا ريس، بس البت اللي اسمها سناء دي احوالها غريبه قوي. الله ليك انت؟ معرفش، البت دي اول ما اشتغلت معانا قعدت فتره، انما ايه زي القطر، نروح الشغل الصبح الاقيها مجهزه كل الشغل في الصاجات تمام، وفجاه لقيت حياتها اتلخبطت وبقت تتاخر ولخفنت الشغل بتاعنا على الشغل بتاع الفرن اللي هي بتشتغل فيه. معلش معلش يا عبس، البت اصلها بتمر بظروف صعبه اليومين دول، الواد اللي كان المفروض تتجوزه مات فجاه في حادثه. قلت لي بقى، وانا عمال اقول البت دي ايه اللي جرى لها. عموما انا هتكلم معاها خليها تظبط. ماشي، يا ريت تكلمها. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم هاب؟ اتفضل. كمان يا عم فؤاد، انت رحت قلت عدوني ولا ايه؟ ليه بس كده يا معلم؟ انا كنت قصرت معاك في حاجه. مقصر في البضاعه. الله، طب خلاص يا معلم، في ايه؟ اتك على الله، انت عايز تشوف شغلك. ماشي، السلام عليكم. سلام على الله. على السلامه يا معلم. اللي مؤاخذه، في البضاعه ولا نقعد كده من غير شغل ولا مشغله؟ ده حتى ايدي بطلة نكشة. لا ما خلاص يا معلم، شطبنا. دي كانت عملية كده وراحت لحالها خلاص، احنا دلوقتي خلاص ماشيين في السليم. الله الله، يا سبا باسم، ايه بقول حمضان ده؟ ايه الكلام اللي وكلش عيش ده؟ هو زي ما بقول لك كده، اسمع مني، شلني من دماغك خالص، حض الله ما بيني وما بين سكة الصنف. يا ابن الحساب يا ابني. يا خسارة، ده انت قلبك رايف خالص. يا خسارة، ما طلعش زي المعلم بتاعك. كل شيخ وليه طريقة يا معلم، هقولها لك 100 مرة. سكة الصنف مش سكتي، سكة الصنف مش سكتي. يا ابن الحساب خلينا نمشي يا ابني. يعني ده اخر كلام؟ هو ده اللي عندي. خلاص الحساب عندي. تسلم يا غالي، الحساب عند المعلم يا ابني. حساب يا ابني.